حياكم الله مشاهدينا من جديد في هذه التغطية الخاصة بلاجئي سوريا بعنوان الهاربون من الموت. آخر إحصائيات عن عدد اللاجئين السوريين حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نتابعها مع مين علا؟ مع زميلة فدوى الزيدي التي تنضم لنا في الاستوديو. شكرا علا. شكرا علي. مع بداية الانتفاضة السورية وتصاعد القمع الحكومي لها، فر عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى دول الجوار، خاصة الأردن ولبنان والعراق وتركيا. حسب آخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز إجمالي عدد اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا 280 ألف لاجئ. في الأردن يوجد حوالي 92 ألف لاجئ، وفي لبنان تجاوز عدد اللاجئين 74 ألف. أما في العراق يوجد ما يقارب 30 ألف، وفي تركيا عدد اللاجئين السوريين تجاوز 84 ألف لاجئ. إذا تناولنا المناطق بالتفصيل، سنجد في الأردن أكبر عدد من اللاجئين حوالي 92 ألف لاجئ، 32 ألف فقط في مخيم الزعتري، أما الباقي يتوزعون في المستشفيات والمدارس وفي أنحاء مختلفة من الأردن. في لبنان تجاوز عدد اللاجئين السوريين 74 ألف لاجئ، 52% منهم في شمال لبنان و43% في الشرق والبقاع، أما باقي اللاجئين ففي الجنوب وبيروت. بالنسبة للعراق فيوجد فيها 29 ألف لاجئ سوري، من بينهم 24 ألف في إقليم كردستان مخيمات الكونغ والقائم. في تركيا تجاوز عدد اللاجئين 84 ألف لاجئ، يتوزعون في المخيمات كالتالي: مخيم هاتاي 14 ألف لاجئ، و16 ألف في مخيم خزنتك، و15 ألف في مخيم كيلس، والعدد الأكبر 35 ألف لاجئ في مخيم سان أورفا. 280 ألف لاجئ من بينهم عدد كبير غير مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حسب الجدول التالي، ففي الأردن المسجلون 52352، غير المسجلون 40426، في لبنان المسجلون 53233، غير المسجلون 21304، في العراق المسجلون 24669، غير المسجلون 4772، أما في تركيا فالمسجلون 84084. ولابد من الإشارة هنا أن هذه الأرقام في تزايد مستمر. هذا كل ما لدي. عودة الآن إلى علا وعلي. إذن نواصل معكم هذه التغطية الخاصة عن لاجئي سوريا والمعنونة بعنوان الهاربون من الموت. عام آخر يطل والتلامذة السوريون يلتحقون بمدارس خارج الحدود، يكمل التحاقهم منظومة عيشهم كلاجئين. ينتشرون في الغالب في المناطق اللبنانية الحدودية القريبة من ديارهم لعودة سريعة يتمنونها بإذن الله. يحمل عزيز قدور بعد قليل حقيبته المدرسية ليدخل صفا دراسيا لم يطأه منذ عامين، يرافق أقرانه من الأطفال السوريين ممن لجأ ذوهم إلى لبنان هربا من الأحداث الدموية. بلش سنة جديدة بصير شاطر. أنت ومين هون؟ أنا وأمي وأبي وأخواتي. كلهم بدهم يتسجلوا بالمدرسة هون؟ لا، بس أختي والتانيين يشتغلوا. صرنا 8 أشهر إحنا هون، اجينا من نص السنة، هديك السنة رحت عليهم وبنتي صف تاسع، يعني رحت علي السنة، وهي السنة صعب ما عم تتأقلم بالجو يعني حتى تتعلم فيه. في صعوبات كتيرة من هالناحية. ايه في صعوبات، يعني ما أنا عم تحب تقولي ما بدي أتعلم هون، يعني لأنه أخذت على بلدها وأخذت على جوها يعني صعب. الصعوبات تقع على التلاميذ الملتحقين وكذلك على المدارس التي تستقبلهم، مردها اختلاف مناهج الدراسة. أضف إلى ذلك تمركز النسب الأكبر من الملتحقين في مدارس المناطق الحدودية المهمشة، وتحديدا في تلك التي تعلم الإنجليزية كونها اللغة الثانية في سوريا. مدرسة تستوعب شي 400 تلميذ، تلاميذنا 200 و200 سوريين، أكثر من هيك ما بتصور إنه واحد فينا نستوعب.
يأتي التحاق التلاميذ السوريين بالمدارس الرسمية في لبنان تنفيذا لتعميم وزارة التربية على أن تستكمل منظمات إنسانية دولية المتطلبات المدرسية الأخرى لهم. نحن بالمواكبة مبدئيا المشروع اللي مبلشين فيه هو مشروع التقوية والدعم المدرسي رح يستمر. تحصي المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض أكثر من 19,000 طالب سوري في لبنان، تتراوح أعمارهم بين 15 و17. 1600 عائلة سورية تعيش في منطقة بعلبك بمعدل 8,000 شخص وأكثر من 2,000 تلميذ. نحن هدفنا كل ولد سوري لاجئ بلبنان يقدر يوصل على المدرسة الرسمية ويقدر يتأمن له فعلا أولا القرطاسية والمريول والأشياء اللي بيقدر هو يرجع يعيش حياة طبيعية فيها. ما في شك انه في مناطق حيكون فيها صعوبات على أساس المدارس ما حتقدر تستقطب، ممكن هالمدارس تكون شوي بعيدة عن مناطق السكن تبع الأطفال، ساعتها بدنا كمان نأمن التنقلات. المدرسة حق بديهي من حقوق كثيرة هي ليست دائما في متناول الأطفال اللاجئين الذين تتهددهم المخاوف من استنفاد طاقات الإغاثة أو على الأقل تقلصها. ميرنا سركيس، NBC بعلبك، شرق لبنان. إذن عودة إلى الزميل وائل عصام لمتابعة أوضاع اللاجئين، وهو الآن أمام مشفى للجرحى للاجئين السوريين في الريحانية على الحدود السورية التركية. إليك وائل. طبعا قرار الحكومة التركية بنقل اللاجئين السوريين خارج محافظة أنطاكيا شمل إضافة للمقيمين في الشقق السكنية، شمل أيضا الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات التركية في محافظة أنطاكيا تحديدا. في اليومين الأخيرين قامت السلطات التركية بنقل العديد من الجرحى من المستشفيات في محافظة أنطاكيا إلى مستشفيات أخرى في المحافظات الداخلية في أنطاكيا. طبعا السلطات التركية وفرت سيارات إسعاف مجهزة وحديثة لنقل الجرحى الذين يعانون من جراح خطرة، ونقلتهم برعاية تامة إلى محافظات داخلية ومستشفيات أخرى في الداخل. طبعا لم يطبق هذا القرار فقط في الريحانية، نحن الآن أمام مشفى للاجئين السوريين، هنا ما زال هذا المشفى يعني يتم فيه معالجة الكثير من الجرحى السوريين، وكما نلاحظ الآن أحد الجرحى وصل للتو لنقله إلى داخل هذا المشفى. طبعا هذا المشفى من المشافي القليلة التي ما زالت تستقبل الجرحى السوريين داخل محافظة أنطاكيا. كما قلنا هذه المحافظة نفذت مشافيها ومراكزها الصحية قرار الحكومة التركية بنقل اللاجئين إلى المحافظات الداخلية. كما نرى هذا المشفى من المشافي القليلة التي ما زالت تستقبل الجرحى القادمين فورا من الداخل السوري من الحدود السورية. هذه المدينة كما نعرف هي على الحدود السورية التركية مباشرة. السبب يعود إلى أن هذه المدينة متعاطفة شعبيا وأيضا كإدارة محلية متعاطفة مع الثورة السورية ومع السوريين اللاجئين المقيمين هنا، لذلك لم تطبق القرارات حتى الآن بسبب تعاطف وتأييد الإدارة المحلية هنا للثورة السورية. الكثيرين من السوريين هنا من اللاجئين يتفهمون تماما دواعي الحكومة التركية لإصدار مثل هكذا قرار، يتفهمون أن السلطات التركية تريد المحافظة على الوحدة الداخلية التركية، على النسيج الداخلي الاجتماعي التركي، لا تريد مشكلة أخرى إضافة إلى مشكلة الأكراد في تركيا، لا تريد مشكلة أخرى مع الطائفة العلوية في محافظة أنطاكيا التي تظاهرت معارضة لسياسة الرئيس الوزراء التركي أردوغان بخصوص الأزمة السورية. يتفهمون أيضا أن الدولة التركية تريد درء الفتنة، تريد معالجة التوترات المحلية في محافظة أنطاكيا وتحديدا مع الطائفة العلوية. هذا بما يتعلق بالجانب التركي. بما يتعلق بالجانب السوري يتفهم تماما اللاجئون السوريون بأن الحكومة التركية ما زالت تقوم برعايتهم، وهي إن طالبت بنقلهم إلى خارج محافظة أنطاكيا إنما وفرت لهم بالمقابل
إقامات رسمية ووفرت لهم حرية التنقل في المحافظات الداخلية التركية، حيث سمحت لهم بالإقامة في هذه المحافظات بإقامات رسمية، وسمحت لهم أيضا بتلقي العلاج في هذه المحافظات بعيدا عن أنطاكيا طبعا، كما قلنا مراعاة للتوترات المحلية مع الطائفة العلوية في داخل هذه المحافظة. إذن شكرا للزميل وائل، ونبقى في تركيا ونتابع أوضاع اللاجئين السوريين. فالخيمة المؤقتة تحولت إلى مبان إسمنتية، هناك صورة جديدة لحالة النزوح، المشاعر والعواطف باتت متغيرة هي الأخرى. الحياة الجديدة تقلقهم وكأن المؤقت سيصبح دائما. عندما وصل هؤلاء إلى معسكر يايلا داغ في هطاي بداية نيسان أبريل العام الماضي، كانوا يعدون بالمئات وخيامهم كانت مؤقتة. 17 شهرا مرت على إقامتهم هنا ليتحولوا إلى مقيمين. لم يعتادوا أبدا طعم النزوح والهجرة القسرية. من الله ومن أردوغان يساعدنا لنرجع لبلدنا ولوطننا. البيوت الإسمنتية أكثر متانة وأطول عمرا، لكنها توحي لسكانها بطول الإقامة التي لا تتمناها فاطمة. كلياتنا اشتقنا لبلدنا، لرجعتنا، لمدارس ولادنا، لجامعاتنا، يعني أن أمل. الأيام الأوائل للنزوح كانت مفعمة بالأمل والتفاؤل بالعودة السريعة إلى الوطن، لكن افتتاح السوبر ماركت والمخابز الآلية وتوسع لائحة المنتجات خلق حالة من خيبة الأمل الممزوجة بالقلق من الغد المجهول. بالنسبة لي وبالنسبة للناس الموجودين ضمن المخيم عايشين عيشة صعبة، مع أنه الأخوة الأتراك يعني عم بقدموا لنا خدمات، بس دائما الوطن ما مثل الغربي أو النازح. يعني الفاكهة والخضروات كانت تأتي في البداية من القرى السورية المجاورة، حتى الأسماك كانت من تلك التي سبحت في المياه السورية واصطادتها شباك ابن الضيعة هناك. لكن بعد إغلاق الأتراك الحدود وتوقفهم عن استقبال المزيد من النازحين، خلقوا شعورا دفينا لدى سكان هذا المخيم بأنهم انفطموا الآن عن حليب الأم سوريا، وربما أغلق باب العودة في وجوههم إلى الأبد. خزام عصمت، MBC، من الحدود التركية السورية. في ختام هذه التغطية الخاصة من MBC عن لاجئين سوريا، والتي عنوناها لكم بعنوان هاربون من الموت، نتمنى أن نكون قد ألقينا الضوء ولو قليلا على مأساة اللاجئين السوريين. ومن هنا نقول لهم إذا نحن معكم بقلوبنا وأفئدتنا، وإلى الوطن بإذن الله عائدون. إلى اللقاء في أمان الله. ما ظل عندي وطن، صرت لاجئ بباقي الأوطان، أصحى ونام بحزن عايش بلا عنوان. أمي وأبوي انتهوا وماتوا أخوتي صغار، الله يا هالوطن، الله يا هالوطن ترجع وتكون لي دار، الله يا هالوطن ترجع وتكون لي دار عليهم بعيد. We'll be right back.